السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي مجموعة خرجات تصويرية للطيور المهاجرة خاصة أو المحلية. اليوم رانا في أم الرانب، اليوم 22/10/2022، موافق 15 ربيع الأول 1443 للهجري. معايا الزبير واحد من المصورين، وسي مراد وعيشة. السلام عليكم. بون، واش اليوم كان مجموعة من الطيور، هما اللي يقولون لنا، هما اللي راهم يشوفوا فيهم، هما اللي يقولون لنا واش هي، واش شفتوا درك؟ شوف معايا الزبير، واش شفت، واش هي الحاجة اللي صورتها درك؟ شنو الطيور؟ الطيور كالمعتاد، يعني طير النحام، النحام الوردي، البلاشون الأبيض، البلاشون الرمادي، بالإضافة إلى وجود طائر أبو منجل. أبو منجل شفناه درك، درك أبو منجل راهو معنا الفوق. ممكن تلاحظوا هناك مجموعة كبيرة من الطيور، يعني كاين البط كذلك، البط بطه وكاين، البط وكاين يعني. راح نوافق نصور شارك. البط مازال كاين، ها الجماعة راحوا يصوروا. سي مراد، السلام عليكم. واش حكم درك؟ والله مرحبا. اليوم هو يقول كل جمعة وخيرها. اليوم صورنا مجموعة من طيور النحام في بداية البحيرة، انتقلنا إلى البحيرة الثانية، الحمد لله يا ربي فيها وجود مجموعة من الطيور، الشهرمان الأحمر، الفلاموروز، طائر النحام، وكذلك زارنا اليوم أعتقد الجمعة اللي فاتت ما كانش أبو منجل الأسود، أعتقد هو إن شاء الله يعطيه البلاشونات الرمادي. دروك أنا نشوف أبو منجل. أبو منجل اليوم كاين، اليوم كاين، الجمعة الماضية ما كانش. اليوم كاين الصور تشوفوها، الصور تاعكم مع عمو حسن، معنا المصور الصغير هذا سي محمد، راهو يدينا في الفوضى. فوضاوي ماشي روح محمد، روح فوضاوي، تعال تكلم. راك تكلم. ما قلت ما يتكلمش. دوكا نشوفوا نقربوا شوي لأبو منجل، وإن شاء الله نجيبوا لكم صور جميلة لأهل ورقلاء. نحن محبي الحياة البرية في مدينة ورقلاء. الكثير لا يعلم أن هناك بحيرات في مدينة ورقلاء، مدينة الواحات، لكن للأسف يعني قلة المصورين، ولا ليس قلة المصورين، هناك مصورين ولكن لا ينشرون. أعتقد أن هناك عندنا مصورون محترفون ولكن لا ينشرون. نحن نصور هكذا، لا نبتغي لا مادة ولا شيء ولا شهرة. والله صور مهم جدا، توثيق مهم فقط، نضعه في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل أن نبين جمال مدينة ورقلاء. فحصة ممتعة. تشاو. روح تصور، أنا ما نروحش معاهم لأني لابس، لا مانيش لابس معاهم. راح يقربوا إن شاء الله، يروحوا يقربوا جهة أبو منجل، لأنه هو اللي راح يبان جديد زي اليوم، وبعض الطيور اللي راح يصوروها اللي تكون إن شاء الله راح نحطوها لكم وتشوفوها. متابعة جيدة، ونشكركم على متابعتكم لنا، ونشكروا لكل ضيوفنا وكل أحبابنا وكل أصدقائنا اللي في الداخل وفي الخارج، كل واحد باسمه. والسلام عليكم.